خبر معانا، لكن حابه اشارك حضراتكم في يمكن سعاده خاصه لنا ولكل العاملين في البرنامج والقناه. بما ان احنا اتكلمنا النهارده عن الانتخابات ومصر بتبني ومصر بتعلي، فكره النمو والبناء السياسي لازم يكون امامه بناء على الارض. فكره ان انا عندي مشاريع على الارض، ان انا عندي ثبات، ان انا عندي استقرار، ده هو اللي خلى الناس تطمن وتنزل النهارده، هو اللي خلى الناس تتواجد بكل الكثافات اللي شفتوها دي على كل المستويات. شفنا كل الطبقات موجودة في الشارع، شفنا كل الأعمار موجودة أمام صناديق الاقتراع النهاردة ولسه بكرة كمان. دايما الناس عندنا في مصر يحبوا اللحظات الأخيرة، أنا أعتقد مش أعتقد إن شاء الله متأكدة أن بكرة هيكون الإقبال أكتر وأكتر. عندنا ليكم حلقة مميزة، حلقة هامة جدا، أهميتها جاية منها أكتر من أنا اللي مقدماها أو أن احنا اللي اشتغلناها، أهميتها جاية من مكانتها الحقيقية. عندنا حلقة مهمة جدا الفترة القادمة عن مدينة وهضبة الجلالة. مدينة وهضبة الجلالة، الجبل اللي كان يحتله الإرهابيين والأفاعي بقى الآن حاجة مش عارفة أوصفها لحضراتكم، شيء العين مش قادرة توصفه، هتشوفوه في الحلقة. أنا مش عايزة أحرق الحلقة، من مصانع، من كلية، من أماكن ترفيهية، من أماكن سكنية، من طرق، من حاجات ترفيهية، شيء فعلا يدعو للفخر إن احنا عندنا في بلدنا في خلال سنوات معدودة تقريبا خلال 3 سنوات تم عمل هضبة الجلالة مكان جبل الجلالة. الجبل كان أقرب للقاهرة، فبالتالي كان دائما هو مسكن للإرهابيين. تحية للهيئة الهندسية القائمة على هذا المشروع، تحية لكل الشركات الخاصة اللي ساهمت في المشروع ده واللي خلتنا شفنا قد إيه بلدنا تقدر، ولما تحب تعمل حاجة بتعملها. أكتر من 50,000 عامل ومهندس ومنسق ساهموا في تكوين هذه العظمة وهذه الجلالة اللي هتشوفوها أمام حضرتكم. هنطلع معاكم نشوف برومو الحلقة، هنشوفها الفترة القادمة، يمكن لسه معتها ما تحددش، لكن حقيقي تستحق أن حضراتكم تتابعوها وتشاهدوها معانا. بعد البرومو، بعد الفاصل، هيكون معانا الأستاذ الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو جبهة نساء مصر، وده هتكون فقرة هامة عن الانتخابات ورصد اليوم، أول يوم من الانتخابات البرلمانية 2020. خليكم معانا وخلينا نشوف جزء من برومو حلقة، أو يعني برومو في جزء أجزاء من الحلقة، هتشوفوا إيه اللي ممكن يعني كان نفسي بجد تكونوا كلكم موجودين داخل الجلالة عشان تشوفوا بنفسكم. وهنطلع وبعدين استقبل ضيفتنا إن شاء الله. مدينة صناعية متكاملة. الجلالة لها سحر مميز عن أي مشروع إحنا اتعاملنا معاه واشتغلنا فيه. خلية النحل اللي بتعمل في الجلالة من أول الجلالة لآخر الجلالة معظمها شباب. الخبرة اللي أنا اكتسبتها من وأنا في الجيش فادتني كتير جدا لما اشتغلت. 5,000 عامل وفني ومهندس. أنا بديك الخامة الصح والفينش الصح اللي هو مش موجود بره. فكرة الطريق العظيم اللي اتعمل. مصر بقى فيها شبكة من الطرق تقدر تعلي مصر وتدخلها في مصاف الدول المتقدمه. في اماكن كانت صعبه كتير جدا وخصوصا في بناء الابراج هنا. احنا ده اطول تلفريك في الشرق الاوسط، اللي بيخلي فكره مشاريع القوات المسلحه والهيئه الهندسيه الافضل والاسرع. الانجاز ده ما كانش اي جهه هتقدر تنجزه زي ما الهيئه الهندسيه قدرت بقدرتها انها تنجزه. الفرق ما بين الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه. هذه الجامعات الاستثمارات اللي محطوطه فيها استثمارات من الدوله، الطلبه متوقع ان هم في خلال ال5 سنوات يزيدوا ل 20,000 25,000 طالب. ان يكون عندي مدينة متكاملة ده شيء كلنا بنفخر بيه. الجلالة فعلا مدينة عالمية. ثورة في مجال الانشاءات تنافس جميع المدن العالمية، لان الجلالة فعلا ذات جلالة. انتظرونا في حلقة خاصة من داخل مدينة الجلالة.